اخي، سرعتك تتزايد. لا اعرف كيف اتوقف. هذا لا يعجبني. لم اقصد هذا عندما قلت جاهزة للاقلاع. تماسكي. ماذا افعل في اعتقادك؟ راقب وتعلم أيمن، راقب وتعلم. أعتقد أنها علقت سيدي. نعم نعم، أستطيع أن أرى هذا أيمن. لا تكتفي بالوقوف، حاول أن تدفعها. النجدة! محسن! لا تقلقي سارة، سأذهب وأتصل بالإطفائي السامي. وأثناء غيابي اعتني بطائرة الجديدة. أنقذوني! إنها سارة تواجه مشكلة عند طريق الريف القديم. أين القائد نزار والمركبة المشتري؟ سامي، نواجه مشكلة، علقت المركبة تحت الجسر. أوه لا، ماذا سنفعل؟ ليس لدينا سوى خيار واحد. واحد، اثنان، ثلاثة، اسحب. لا أعتقد أن هذا سيفيد سيدي. قد تكون مصيباً إذا لم نستطع سحبها. لن يبقى سوى خيار واحد، سنضطر إلى فصل المنصة. أوه لا. أين اتجهت؟ نحو الحقل في هذا الاتجاه. حاولت إمساكها سامي. لا تقلق، سوف أتصرف. أنقذوني. اهدئي يا سارة، سوف أحضر سلماً. سمعت صراخاً، ما الأمر؟ أنا، أنقذوني. خطرت لي فكرة أفضل. هل أستطيع المساعدة؟ أمسك الطرف الآخر بقوة يا نبيه. والآن يا سارة تدلي بالاعتماد على يديك فقط. والآن عندما تهبطين حاول السقوط على ظهرك، فهمتي؟ تستطيعين الهبوط الآن. واو، هذا يبدو ممتعاً الآن. سامي، سامي. سأنزل الحبل الآن يا سامي. يا إلهي. آسفة يا أطفال، لقد تأخر الوقت، علينا أن نعود إلى البيت. أرجوك يا أمي، ألا يمكن أن ننتظر قليلاً؟ الواقع أن الانتظار طال، سأضطر إلى إبلاغ الحضور. سيداتي وسادتي، يؤسفني أن أيمن لن يحضر الليلة، لهذا أريد أن أبلغكم بأن برنامج حفلة الليلة تغير، سأغني أنا لكم. أنت؟ نعم أنا. على الإطفائيين أن يكونوا مستعدين للتحرك دائماً عندما يحتاجهم المواطنون. أنت مستعد؟ طبعاً، أنا وجيتار الصغير مستعدان دائماً. صف عرق قدميك، أحضر خرطومك وخوذتك. سنقيم احتفالاً كبيراً رائعاً، سنغني في محطة الإطفاء. أنت سليم ومعافى يا فتحي، عليكما أن تكونا أكثر حذراً في المستقبل. سعيد بسلامتك يا فتحي، ولكنني حزين لأنني لن أشارك في الحفل. فقد ظهوري بهجته حتى لو استطعت الذهاب الآن. فهد. نعم سامي. ما رأيك في رحلة إلى موقع الاحتفال؟ نغني في محطة الإطفاء، نعم نعم، نرقص في محطة الإطفاء، نعم نعم، نفرح ونغني وجرس الحريق يقرح. نغني في محطة الإطفاء. يا حلو.
شكرا. ليت أيمن يستطيع أن يرى غنائي هذا. انظر، هذا أيمن. يبدو كبطل خارق. هذا أفضل حفل غنائي في العالم. نعم، أنت محبا يا أيمن. أوقات الحوادث والأخطار يأتيك سامي مسرعاً وكالإعصار. يأتي سامي في الحال، غنوا معنا. يأتي سامي في الحال، غنوا معنا. في أي مكان وفي أي زمان يحملك سامي إلى بر الأمان. سامي سامي يأتي في الهدراء. توقف توقف أماني، هل يمكن أن تعيد الشرح لي؟ لا مجال لهذا الآن، فاتن تواجه مشكلة، دعنا ننطلق إلى البحر. ولكن يا إلهي، هيا أيمن يجب أن نذهب. والآن فاتن، كوني هادئة. ماذا تفعل فتاة تطوف حول العالم في حالتي؟ خشبة طافية، رائع. حسناً، هيا إلى العمل. أماني، الواقع أن البراغي. أنا مشغولة الآن أيمن. ماذا حدث؟ هذا ما كنت أحاول أن أقوله، تسببت في سقوط البراغي. أنا آسف يا أماني، أنا السبب. لا بأس يا أيمن، أنا مخطئة أيضاً، كان علي أن أسمعك. يبدو أن أماني وأيمن قد يواجهان مشكلة. فهد، سنحتاج إلى المروحية. أحسنت يا أيمن. ولكن ماذا سنفعل الآن؟ لن نستطيع تثبيت المحرك من دون براغي. سامي. تبحثان عن هذه؟ شكراً سامي، أعتذر لأنني لم أفهم التعليمات، حاولت أن أتبع نصيحتك وأحافظ على هدوئي. ووو، اهدأ يا أيمن، المهم الآن أن فاتن اختفت في البحر وهي بحاجة إلى مساعدتنا. أنت محق سامي، علي أن أهدأ وأتماسك الآن. ثبته، والآن علينا أن ننطلق لإنقاذ فاتن. أحسنت يا أيمن، عمل متقن فعلاً. مرحبا سامي. هذه فاتن وشراعها مثبت بخشبة طافية. تشتعل، ابتعدا عنها، يمكن أن تنفجر إذا كان فيها بقايا غاز. لدي مطفأة حريق في المركز. لا تفيد في هذه الحالة، يجب أن نبرد هذه الأسطوانات وبسرعة، فلنتصل بمحطة الإطفاء فورا. اسطوانات غاز تشتعل في مركز النشاطات الجبلي. اسطوانات غاز تشتعل في مركز النشاطات الجبلي. يجب أن تحتمي خلف الصخور، قد تنفجر هذه الأسطوانات في أي لحظة. نعم سامي. الإطفاء يا أماني. أيمن، ماذا تفعلان هنا؟ حالة طارئة في مركز النشاطات الجبلي سيدي، علينا أن ننقل معدات الإطفاء بواسطة القطار. ولكن القطار في المركز الآن أماني. لا، ماذا سنفعل؟ أعرف ما سنفعل، والآن أعرفكما على عزيزتي. يا إلهي، هيا الآن لا تخذليني عزيزتي. رائع.
والآن دعينا نريهم ما تستطيعين عمله يا عزيزتي. هيا. لقد عادت إلى العمل. كما في الأيام الخوالي تماماً. ياهو. آمل أن يصلوا بسرعة. ما هذه؟ هل هذه عربة الإطفاء القديمة سيدي؟ نعم يا سامي، هذه عزيزتي. سأحضر الخرطوم. رائع رائع. لم ننتهي بعد يا فائق، علينا أن نبرد هذه الأسطوانات. جهد رائع، شكرا سامي. لا شكر على واجب، ولكن عليك أن تطفئ النار أثناء نقل أسطوانات الغاز في المرة التالية، فهم؟ سأفعل يا سامي. أحسنت يا صديقتي. مجرد استعادة. أعتقد أن عزيزتك ستكون إضافة رائعة إلى فريقنا. حقا؟ نعم سيدي، ولكن علينا أن نفعل شيئا قبل ذلك. ما هو؟ سترى. لقد كنت آمل أن نجرب هذه الأشواك اليوم، ولكن يبدو أننا سننشغل بإنقاذ أيمن من مأزق آخر. آسف سيدي. أبعد هذه الأدوات المزعجة عني. ولكنها أدواتي. ولكنها ليست فعالة كيدي. يبدو أنهما تشابكا معا. ابتعد يا صديقي، أنت تعرقل أدواتي. وصلت قبلك. يا إلهي، لقد علقنا فعلا. يجب أن نطلب المساعدة. لا توجد إشارة. أعتقد أننا نتفق على شيء واحد، هذا الغصن لن يتحملنا طويلا. أطفال، هل تساعدونا؟ حسناً أيها الرواد، والآن ماذا سنفعل؟ أستطيع أن أرى بونتي باندي من هنا. نعم، أستطيع أن أرى محطة الإطفاء. رائع، نستطيع استخدام نظارتي لإرسال إشارات ضوئية. إنها فكرة رائعة يا سارة، يمكننا أن نستعين بشفرة مارس. أرى شيئاً يومض على الجبل سيدي. ثلاث ومضات قصيرة، ثلاث ومضات طويلة، وثلاث ومضات قصيرة. إشارة استغاثة برموز مورس. استغاثة؟ استغاثة؟ ولكن هل تستغيث الحيوانات؟ لا يا أيمن، يرسل الناس هذه الإشارة عندما يواجهون مشكلة. إشارة استغاثة من جبل بونتي باندي. لابد أن الإشارة جاءت من رواد بونتي باندي سيدي، ذهبوا إلى هناك برفقة فهد ونبيه. سامي وأماني، خذا الزهرة، لا مجال لإضاعة الوقت. لا أعتقد أن هذا الغصن سيصمد يا صديقي. انظروا. هل طلبتم مساعدة؟ سامي، أماني، ساعدا فهد ونبيه. يسعدنا حضوركما. ابتعدوا يا أطفال. أماني، سوف أستخدم أشواك التسلق. ولكننا لم نجربها بعد. لا خيار آخر. لا بأس أماني، الأشواك جيدة، سأصعد، أمسكي حبل الأمان جيداً. اصمدا. شكرا. محسن غانم، لم أقصد هذا يا أمي، لقد تعثرت من دون قصد. لا، لا أعرف كيف سنخرج من هنا. هل تحمل معك حبلا يا نبيه؟ نعم، ولكن ماذا نفعل بالحبل؟ يمكنك أن تستخدمه للنزول. نعم. لا، بدأت أشم رائحة الماء والصابون.
خرجت أخيراً، فلنعد إلى المحطة. ستكون مهمة غسل المشتري والزهرة مرهقة يا سامي، الوحل يغطيهما كلياً. هل وصلت يا نبيه؟ اقتربت، ولكن الحبل انتهى. أوه لا، هل يمكن أن نرفعه؟ إنه ثقيل، يصعب رفعه. يجب استدعاء الإطفائي سامي. نبيه، هل معك قنبلة مضيئة؟ نعم، إنها في حقيبتي، سأحاول إخراجها. أخرجتها. إذا استطعنا إطلاقها قد يراها شخص ما ويأتي لإنقاذنا. ابتعدوا، سأطلقها الآن. قنبلة مضيئة قرب المنارة؟ لا بد أن هناك مشكلة. سأبلغ الإطفائية سامي. أطلقت قنبلة مضيئة من المنارة؟ سامي، شاهد فهد قنبلة مضيئة تنطلق من المنارة. سنتوجه إلى هناك فوراً سيدي. انظروا، لقد وصل الإطفائي سامي. مكانه مرتفع. اصمد يا نبيه، سننزلك بسرعة. فهد، تعال فهد، سأحتاج إلى الحبل المزدوج. نعم يا سامي، أنا قادم. أيمن، ضع أنت وأماني هذه الفرشة الهوائية تحته. فوراً يا سامي. انظروا هناك، هذا فهد. محققنا، يمكن رؤية أشياء رائعة من قمة المنارة. نحن الآن بأمان. أماني، يمكنك إنزال الآخرين؟ نعم. 3 4 5، سأبدأ بالبحث عنك سوسن. سوسن، أين مفاتيح أمي؟ هاي أنت أيضاً؟ لا أعتقد أنه فيلم حزين، إنه عادي جداً. لا، لا علاقة لهذا بالفيلم، إنه الدخان. حريق. ولن اسمعن، النار تسد الباب الخلفي، لهذا دعونا نخرج بهدوء من الباب الأمامي. إنه مقفل ولا يوجد مفتاح، والنوافذ مقفلة أيضاً، لا نستطيع الخروج. لا تخفن، أريد من الجميع الانبطاح على الأرض وخفض الرؤوس لتجنب استنشاق الدخان. سأتصل بالإطفائي سامي. نعم، سأنجح هذه المرة. استعداد، تسديد، حالة طارئة. شب حريق في بيت فتحي والجميع محاصرون في الداخل. هيا بنا أيمن. هل هذا يعني أننا فزنا؟ انتظروا، إنه بيتي مرة أخرى. لا تقترب يا فتحي. المفتاح مفقود. فتحي، هل تحمل مفاتيحك؟ أماني، جهز الجميع للخروج. جاهز أيمن؟ لنخرج الأطفال أولاً. أخفضن رؤوسكن، أمسكن بيد سامي، سيقودكن إلى الخارج. سوسن، أنت أولاً. فاتن، هيا. أمسكي يدي سوسن، سأساعدك. هيا سوسن، لا تخافي. ها
علاج الجميع. أجملها. مرحبا مرحبا. واو، إنها الأفضل على الإطلاق. ما هو التالي يا جدي؟ ما رأيكم في الشموع الرومانية؟ لحظة، هل المسافة بينها كافية يا جدي؟ أوه نعم. وهل تستخدم شمعة طويلة آمنة لإشعالها يا جدي؟ بالطبع. هل أستطيع أن أبدأ الآن يا فارس؟ تفضل يا جدي. هذه الألعاب النارية رائعة فعلا. انتظروا لتروا العرض الختامي، دولاب الشرر. هذا رائع، أنا أحب هذا الدولاب حقا. انتظر. ماذا فارس؟ هل أحكمت تثبيت الدولاب يا جدي؟ بالطبع يا فارس. وهل تركت مجالاً للدوران؟ كل شيء كما يجب. يا جدي، إنه لا يدور، انظر. ماذا؟ لا والآن سيتسبب في إحراق الحظيرة. يا إلهي، علينا الاتصال بالإطفائي سامي. يا إلهي، المركبة في الداخل. ماذا؟ شب حريق في مخزن محطة القطار. شب حريق في مخزن محطة القطار. أوه، ها؟ يا إلهي، انتظروني. كنت أعرف أن هذا سيحدث. أعتقد أنني تفقدت كل شيء. إنه دولاب الشرر، كان يجب ترك مجالا لدورانه. الصفحة السابعة، الفقرة الثانية. استعد يا سامي. والآن يبتعد الجميع، ابتعدوا. أوه عزيزتي، افتح صنبور أماني. ولكن عزيزتي، هل تضررت؟ مرحبا أيمن، أين أنت؟ يفترض أن تتفقد الأدوات، ويبدو أن العديد من الأدوات قد اختفت أيضا. الواقع أنني استعرضتها. أنا في مطعم السمك الذهبية، سأعود فورا. لماذا يأخذ أحدهم آلة تصوير بالألياف الحرارية ومكبر صوت معه إلى مطعم؟ أيمن؟ مرحبا ضابط المحطة سليم. مرحبا سامي، آسف لهذه الفوضى. لقد قلب مطعمي رأسا على عقب. ولم نعثر على سليمي يا أمي. ماذا قلت؟ لم تعثروا على ماذا أيها الإطفائي أيمن؟ الواقع يا ضابط المحطة هامستر، أقصد ضابط المحطة سليم، أننا نحاول العثور على ضابط المحطة، أقصد الهامستر سيدي. هامستر يا أيمن، لا تحتاج إلى كل هذه المعدات يا أيمن لإنقاذ هامستر، ما بك؟ يا إلهي، لهذه العملية يحتاج الإطفائي شيئا واحدا فقط، سأعود بعد قليل. سأساعدك على ترتيب المكان، دعنا نبدأ بالمجمدة. شكرا سامي. هيا أيمن. بذور دوار الشمس، الهامستر يحبه كثيرا، سأقوم بنثرها على الأرضية ثم سيأتي الهامستر ليأكلها كلها. نعم، أعتقد أن سليمي يحب بذور دوار الشمس. سليمي يشبه اسمي،
على كل دعونا نكمل مهمتنا، سوف أنثر البذور. أوه، ها هو ظهر قبل أن أقوم بنثرها. لا سيدي، الهامستر خائف، انظروا. القبو، إنه يحترق، سأبلغ أماني، فليخرج الجميع من المطعم. حريق في مطعم السمكة الذهبية، وقد اختفى هامستر داخله. سننقذك يا سليمي. سليمي؟ لما يستخدم الجميع اسماً كاسمي؟ المطلوب هو إنقاذ هامستر لا إنقاذي. علينا استخدام بعض الأدوات كما يجب يا أيمن. دعينا نبحث عن مصدر النار يا أماني. هنا، بسرعة، علينا أن نوحد جهودنا هنا. كيف اشتعلت هذه الصناديق باعتقادك يا سامي؟ نعم، علينا قطع التيار من المصدر. تم قطع التيار. ما رأيك بساحرة أو ربما مذهلة؟ لا، وجدتها، إنها بالغة الفخامة. شكراً، ولكن هذه الكلمات لا تبدو جذابة بالنسبة لي. لا أعرف ما تعنيه هذه الكلمات، ولكن لا تهتمي لما يقولون. سامي، هل يمكن أن تذهب لتتمرن على خطبتك في مكان آخر بعيداً عن مسامع المشتري؟ آسف أيمن، بالطبع، بالتأكيد المشتري تعرف مدى أهميتها بالنسبة لك. سأزيل هذا عنك، لا تقلقي. أخيراً وصل الجميع. أهلاً يا أمي، ما رأيك في الزينة؟ زينة تبدو رائعة، أحسنتما صغيراي. نعم، إنها رائعة بالفعل. لم أرى مثله منذ كنت صبياً. انظري سوسن، إنه قطار بخاري. دخان. لا سوسن، إنه بخار. دخان. هل سمعت كلمة دخان؟ إنه حريق. لا، إذا سقط برج الماء سيسحق القطار. ابتعدوا من هنا. سأتصل بالإطفائي سامي. حريق في محطة القطار الجديدة. شب حريق في محطة القطار الجديدة. نعم، والآن اهدأوا، خزان الماء ثقيل جداً، لهذا قد ينهار البرج في أي لحظة. أيمن، قم برش الماء على قاعدة البرج. أماني، أوقف الزهرة أمام القطار فوراً يا سامي. ابتعدوا جميعاً. ابقى يا معي. والآن أماني، تحركي. واصلي أماني. تبدت النار سامي، ولكنها لا، كل هذا المجهود. أبي، القطار سليم، سحبته أماني في اللحظة المناسبة. لقد وجدتها سامي، وجدتها. ما رأيك في حكاية إنقاذ القط من برج التدريب؟ ولكن هذا كان مجرد تمرين، لا علاقة له بالشجاعة. اطفئي يا أماني. نبيه تسلق جبل الجليد باستخدام 3 أيدان أسنان وغطائه زجاجة، وقد فعل كل هذا وحيداً. أعرف، شاب شجاع فعلاً. ليتني أتذكر بعض أعمال سامي الشجاعة. يا إلهي، ليتني لم أفعل هذا. ماذا سأفعل الآن؟ في اللحظة المناسبة. شكرا نبي، كان الوضع خطيرا فعلا. أعتقد أنه ما زال خطرا. ماذا؟ أستطيع النزول بسهولة، ولكن إنزالك معي يشكل خطورة كبيرة. لا.
والآن حان موعد العودة. ترى أين ذهبت فاتن؟ 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 قالت إنها تريد أن تتسلق جبل بونتي باندي سيدة صفاء. ربما ذهبت إلى هناك. يا إلهي، سأستدعي الإطفائية سامي. سأعود إلى بونتي باندي لإحضاره. فاتن اختفت في جبل بونتي باندي؟ فاتن اختفت في جبل بونتي باندي. فهد، اختفت طفلة في جبل بونتي باندي. سأتحرك فورا. لا أرى أي أثر لها يا سامي. أنقذونا! أنقذونا! اطمئني، سننزلك فورا. فهد، إلى الواجهة الشمالية. حسنا، أنا قادم. أنزل حبل الإنقاذ المزدوج. نلتقي في الأسفل سامي. أخيراً يا فاتن نزلت سليمة. يا إلهي، ماذا حدث؟ لا، توقف، عد بسرعة أيمن، أسمع نداء استغاثة، يجب أن نذهب إلى المكتب. اسمعي يا إلهي، أحسنت، اجلس هنا أيمن، اسحب الرسالة واقرأها. لا، ماذا؟ ماذا؟ إنه فائق في محطة القطار، انطلق قطار بونتي باندي السريع من دونه وهو مليء بالركاب. المذياع، بسرعة، أمسكوا أمام وجهي. سامي، فهد، نواجه مشكلة قطار شارد خطيرة، نلتقي في المحطة فورا، أكرر، على الفور. أنا وفاتن على متن القطار. لا تقلق يا فتحي، سنوقفه فورا. أحب رحلات القطار. أشجار قديمة مملة، أعشاب قديمة مملة. كف عن التذمر محسن، الرحلة ممتعة. زمجر؟ ما هذا يا محسن؟ زمجر يقود القطار يا أمي. خيالك خصب يا محسن. انظري بنفسك إذن. إنه محق، لا يوجد سائق. ماذا؟ أين فائق؟ أرى كلبا يقود القطار. آمل أن يعرف ما يفعل. هل قلت الكلب يقود القطار؟ لم يعد الوضع مملا. سامي، أحمد الله أنكما وصلتما، عليكما إيقاف القطار قبل أن يصطدم بحواجز نهاية الخط. لا تقلق سيد فائق، سامي اصعد. أشعر بغثيان. انظروا هناك، إنه فهد بالمروحية. إنه ينزل شخصا بالحبل. إنه الإطفائي سامي، رائع. مرحبا زمجر، تحتاج إلى رخصة لتقود شيئا كهذا.
أماني، أريد أن تربط المرسى العائمة بطرف الحبل الآخر. نعم يا سامي. اطمئنوا، سوف يسحبنا الإطفائي سامي إلى الشاطئ. لا تستطيع عطارد سحبكم. لابد أن هناك شيئاً يعيق حركة المرسى. أيمن، أمسك هذا، سأنزل تحت الماء. لا، سيأكلك السمك. هيا سامي. ولكن أين هي أماني؟ إنها بخير. لسنا بحاجة إلى تمرين تلاحم، نحن نشكل فريقاً رائعاً بالفعل. نحن رائعون فعلاً. آه أمي، لم أستطع مشاهدة الوحش. سارة ستخبرنا بكل شيء عنه. لم أرى الوحش بالفعل، ادعيت أنني رأيته. ولكنك أخفت الجميع وعرضتهم للخطر يا سارة. أعرف عمي سامي، آسفة، لن أكررها مجدداً. ولكن لماذا فعلت هذا يا سارة؟ أردت أن أجذب الكثير من الركاب لقطارك يا جدي. اطمئني يا سارة، نسيت جمال الجبال، لذا قريباً سأقوم برحلة على متن قطار فائق. وأنا أيضاً. وأنا. ونحن أيضاً. يبدو أنك ستنشغل فعلاً يا عم فائق. ستكون أكبر سمكة يتم اصطيادها في بونتي باندي، وسيصبح صغير الحبيب مشهوراً. أمي، سمكتي. الماء يتسرب إلى القارب. يوجد ثقب، أعتقد أننا اصطدمنا بصخرة. نعم أماني، علينا أن ننتقل إلى نبتون وبسرعة. أين هي نبتون؟ إنه هناك. اسمع أيمن، خذ الدلو وابدأ بتفريغ الماء فورا، سأطلب النجدة. لا. أطلق قنبلة مضيئة يا شادي. اليوم لم يكن حافلاً بالأحداث كما توقعنا. لا سامي، فقط أنا أحتسي الشاي اللذيذ. يبدو أنني تسرعت. مشكلة أخرى في قارب شادي، ونبتون جرفته الأمواج، هذا خطير جداً. سامي، خذ عطارد والمضخة إلى المرسى، وسأتصل بفهد لألتقي بك هناك بالمروحية. نعم سيدي. وجود محسن غانم في البحر سيعني يوماً حافلاً. هل سنغرق يا أمي؟ لا محسن، الإطفائي سامي سينقذنا. لست السبب. أماني، أيمن، ابدأ بضخ الماء من القارب، سأذهب لإحضار نبتون. أهلاً سامي، أحمد الله أنك جئت في اللحظة المناسبة. أنا سعيد لأنكم بخير، فليركب الجميع. هيا يا فاتن، أنت أولاً، أنت تالي محسن، ثم أنت ليلى. أماني دورك. أيمن،
أيمكنك مواصلة الضخ إلى أن نصل المرسى؟ نعم أيها القبطان. ضابط المحطة سليم، الجميع بخير، والآن سنعود. انظروا، ليلى قادمة. تتجه نحونا مباشرة. أوه، هذا مشوق. فلتستعدوا رجاءً. هل رأيتم عزيزي محسن؟ ما الذي تحدقنا فيه؟ مفاجأة! ماذا حصل؟ ليلى، أنت الزبون رقم مليون. وهذه مفاجأة كبيرة لك. مفاجأة! كعكة ضخمة! ليت محسن يراها. محسن، اقفز من الكعكة. لا أستطيع الخروج. أعتقد أنني سمعت صوت محسن. نعم، إنه داخل الكعكة. خبزتم محسن داخل كعكة؟ لا، صنعت كعكة خشبية. ماذا؟ كان يفترض بي أن نسيت، التصقت. أخرجوني. ليلى، استيقظي، شمي هذا. هل أبدأ بمفرقعات الحفلة الآن؟ أشم دخانا. وأنا أيضا. أوه لا، نسيت إطفاء النار تحت الزيت. فلتخرجوا بسرعة. هيا أسرعوا نحو الباب. دعكم من الكعكة. سأتصل بالإطفائي سامي. ماذا يحدث؟ أوه لا، محسن علق في الكعكة. اطمئني ليلى، سأدفع الكعكة إلى الخارج. توقف عن أرجحتي. أوه لا، إنها كعكة كبيرة. نعم، سنقوم الآن بعرض إجراءات تخليص قدم شخص من نصف دلو من بلح البحر. جاهز سليم؟ نعم جاهز. ممتاز. واو، في الواقع لا أستطيع التخلص من هذا. حريق في مطعم السمك الذهبية، ومحسن غانم محاصر داخل كعكة ضخمة. حريق في مطعم السمكة الذهبية، ومحسن غانم محاصر داخل كعكة ضخمة. محسن، محسن المسكين. فتحي ما زال في الداخل يحاول إخراج محسن. ابتعدوا جميعاً. لا، الوضع صعب، لا أستطيع إخراجه. فتحي ابتعد، سأتصرف. مفاجأة. إلهي. هيا محسن، دعنا نخرجك من هنا. هل أنت الزبون رقم مليون سام؟ أنا أسوق الآن كما ترى، كما في اللعبة بالضبط. أتمنى أن تستطيع قيادة عربة الإطفاء. لماذا؟ لأننا بدأنا نتحرك. ماذا؟ ولكن العامل الأهم لتكون إطفائياً ناجحاً هو أن تكون يقظاً، ويجب عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين وتبقى متيقظاً دائماً وأبداً. النجدة، كيف تنزل هذه النافذة؟ لا تتحرك كي لا تضغط دواسة التسريع. ما هي الدواسة؟ الشيء الذي ضغطته. كان محسن متشوقاً لقضاء اليوم في محطة الإطفاء، يعتقد أنه يمكن أن يصبح إطفائياً. تخيل هذا، محسن إطفائي، سأكون فخورة به. انظر، إنه يقود عربة الإطفاء. لا، محسن يقود عربة الإطفاء. يا إلهي، يجب أن أتصل بالإطفائي سامي. وهكذا تصبح إطفائياً ناجحاً بكل معنى الكلمة. تراجعوا أيها الرواد، يبدو أن لدينا حالة طارئة. شهد محسن غانم يسوق المشتري في شوارع بونتي باندي قبل لحظات. ولكنه كان هنا قبل دقائق. سأبقى هنا للاهتمام ببقية الرواد. نتجه نحو رصيف الميناء.
يتجه نحو رصيف الميناء. سأحاول تخفيف سرعته. أماني، اذهبي لإغلاق الطريق وإيقاف حركة المرور. سأنفذ فورا سامي. اسمعني محسن، لا تخف، أريد منك أن تطفئ المحرك الآن. كيف أفعل هذا؟ أدر المفتاح نحوك. هيا سامي. والآن اضغط دواسة المكابح. أي واحدة هي؟ الدواسة اليسرى. أين جهة اليسار؟ إنها عكس يمينك محسن. لا أستطيع الوصول إليها. سأدوسها أنا.